نواصل مرة أخرى مع السيد فرانك مسمار، الخبير المختص في سياسات الشرق الأوسط، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين عبر زوم من تكساس. سيد مسمار، أهلا بحضرتك على شاشة القناة الأولى المصرية. تكساس حتى الآن حمراء وتشهد تصدر ترامب بالمؤشرات الأولية، هل تكساس ولاية جمهورية آمنة؟ أول شيء شكراً على الاستضافة ستي. نعم، ولايات ما يسمى حزام الشمس ما عدا الولايات المتأرجحة، نعم هي ولايات آمنة، كما ولايات الجدار الأزرق اللي هي في شرق الولايات المتحدة وغربها للديمقراطيين. طبعاً في مفهوم آمنة، يعني أنه تاريخياً هذه الولايات صوتت للحزب الجمهوري بمفهوم الانتخابات وعدد الأصوات في كل مرحلة انتخابية. لا، ممكن تتغير عادي، يعني أي ولاية في الولايات المتحدة قابلة يعني بناء على التصويت، ولكن إحنا نقيسها بناء على التاريخ كما نقيس الولايات الزرقاء بناء على تاريخها والمتأرجحة وهكذا. يعني سيد مسمار، يعني دونالد ترامب كان له بعض التصريحات التي يغازل بها بعض الجماعات من ضمنها العرب في الولايات المتحدة، يعني برأيك هل دونالد ترامب يملك من الأدوات ما يمكنه من تحقيق وعوده للعرب في الولايات المتحدة؟ أوكي، السياسة الأمريكية يعني هي سياسة ثابتة لا تتأثر بالجاليات. الجاليات بشكل عام يعني لا تصل الى مرحله لوبي، يعني انها تعمل تاثير بمفهوم السياسه الخارجيه الامريكيه. السياسه الخارجيه الامريكيه ثابته، تتغير ادواتها، تتغير طريقه تعبيرها من رئيس جمهوري لرئيس ديمقراطي، ولكن في النتائج هي في البعد الاستراتيجي للولايات المتحده. ولكن كون الناخب موجود في ولايه معينه وهذه الولايه من الولايات المتارجحه، يستمال هذا الناخب بطريقة أو بأخرى. فعملية وجود تجمع عرب في منطقة ميتشيغان اللي فاز فيها في الدورة الماضية الرئيس بايدن في فرق صغير يعني يعطي أهمية للجالية، ولكن تعداد الجالية العربية أو الإسلامية المسيحية أو العربية بشكل عام أو حتى الشرق أوسطية في الولايات المتحدة بشكل عام يعني بتشكل بحدود 3.5 ل 4 مليون، ولكن منتشرة في ولايات ثانية تعتبر ولايات آمنة. فهو محض الاهتمام فيهم في ولاية ميشيغان هو كون الولاية ولاية متأرجحة لا أكثر ولا أقل. سيد مسمار، قضية الحرب على غزة كانت من القضايا يعني بالتأكيد التي استخدمها كل من المرشحين في برنامجه الانتخابي. يعني كامالا هاريس اتهمت مباشرة دونالد ترامب بأنه يعني يعمل مصلحته الشخصية وأنه ينظر إلى غزة على أنها يعني مكان للاستثمار وأنه يريد فن المبيعات، في حين أنه في المقابل دونالد ترامب اتهم الإدارة الأمريكية الحالية بأنها وراء هذه الحرب، وأنه لو كان في الحكم ما كانت اندلعت هذه الحرب. هل هذه القضية تمثل بالفعل لها أهمية بالنسبة للمرشحين في الاستخدام في البرنامج الانتخابي، سواء بالنسبة للعرب أو بالنسبة لليهود؟ للأسف الجالية العربية أنا بوجهة نظري لم تصل إلى مرحلة النضج السياسي. يعني الانتخابات السابقة قاموا بمعاقبة الرئيس ترامب بعدم التصويت له مرة أخرى لسبب نقل السفارة للقدس وعملية ضم موضوع الجولان لإسرائيل. وفي الانتخابات الحالية يعني أغلب التجمعات العربية والإسلامية قالت يعني لتقاعس الحزب الديمقراطي مع موضوع غزة والملف الشرق الأوسط سوف يصوتوا فرضا للرئيس ترامب. يعني هذا لا يدل على نضج سياسي. يعني المواطن الأمريكي أولا هو مواطن أمريكي بغض النظر هو عربي أو مسلم، يجب أن ينظر إلى محوره في الولايات المتحدة من حيث الاقتصاد والحياة والنظام الاجتماعي، يعني هذه تكون أولوية بالنسبة له. الموضوع الثاني موضوع الشرق الأوسط، بوجهة نظري الولايات المتحدة يعني هي ولايات خلينا نقول متحدة بكل فروعها السياسية وبكل خلينا نقول توجهاتها المحافظة والليبرالية في دعم إسرائيل.
التصريحات واضحة، حتى السيدة كمالا كان عندها رسالتين مختلفات، رسالة إلى جامعة بنسلفانيا بطريقة داعمة لإسرائيل، ورسالة إلى العرب ميتشيغان داعمة لموضوع غزة والسلام في المنطقة. فيعني عملية اللعب في المنظومات السياسية بالعاطفة وبعدم نضج سياسي، يعني أنا لا أتصور أنه يعني هذا يعتبر يعني يؤدي إلى مرحلة مستقبلية أنه الناخب العربي يكون فعليا مؤثر فيها. صحيح. إذا لم يتخلى عن العاطفة وفكر بطريقة موضوعية ليس له قيمة على الخارطة الانتخابية. طيب. سيد مسمار، دونالد ترامب له تصريح منذ ساعات قليلة قال فيه أنه أنا لا أدعم العنف وسأعترف بالنتائج إذا كانت منصفة، هل تتوقع أنه بالفعل ممكن يعترف بالهزيمة إذا حصل وخسر هذه الانتخابات؟ نعم، وأتمنى لو قال هذا الكلام قبل يومين ثلاثة، ممكن هذا كان أدى إلى مفهوم أوضح من قبل الناخبين لموقفه من الموضوع. أتصور أنه وصل لمرحلة القناعة أنه يعني الانتخابات عادلة، وواضح أنه تم وضع منظومات جيدة من قبل الحزبين، حتى الحكومة الفيدرالية إلى ترتيبات معينة أمنية وكذا، فواضح جدا أنه الانتخابات تسير في مسار جيد. الآن في مشكلة في موضوع العد والتنبؤات، يعني أغلب الناس غير واعي كيف تتم عملية العد، ويبدأ التخمين أنه يعني هل خسر فلان، هل ممكن يصير عنف أو كذا. الولايات عادة حسب نظامها في بعضها يبدأ في عد الأصوات اللي أجت في البريد، في ولايات بتعد الأصوات اللي صارت في التصديق المطبق، في ولايات تسمح في العد قبل 4-5 أيام وهكذا. يعني عملية الأصوات اللي عم نشوفها غير دالة تماما على أي شيء حاليا، يعني لا يقل عن 80-85% من تعداد الولاية، يعني ممكن نعتبره كفاية في النظر أنه هاي الولاية ممكن تتجه بالاتجاه الجمهوري أو الديمقراطي، خاصة الولايات المتأرجحة. حتى يعني بعض الولايات زادت من ساعات التصويت لوجود عطول كهربائي أو كذا كان عندهم، فيعني احنا نتوقع راح يصير في تأخير في بعض الولايات. وطبيعة العد، يعني طبيعة العد لا تدل تماما على انه هذا الناخب متقدم على هذا الناخب، لا. يعني اذا ما تعدينا نسبة معينة جيدة عملية التوقعات يعني مضيعة للوقت. نعم. سيد مسمار، جميع الولايات المتأرجحة يعني قامت بالفعل بتفعيل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات، هل المخاوف من اندلاع أحداث عنف مخاوف يعني حقيقية أم هي مجرد إجراءات احترازية؟ هي إجراءات احترازية. أغلب الناس ما بيعرفوا النظام الأمني في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا يوجد فيها جهاز أمن عام كباقي الدول. إحنا عندنا حكومات محلية، وكل حكومة محلية بيكون فيها يعني جهاز أمن صغير. فلما صارت الأحداث القديمة يعني في جانيوري 6، يعني واشنطن ما فيها كمية كفاية من الأمن يعني. فعادة ما يستدعى الحرس الوطني، يسمونه ناشونال جارد. في المرحلة هاي يعني تم استدعائه مبكرا، وتم وضعه يعني في أماكن للحماية كما تعمل أي دولة أخرى في جهاز الأمن العام الخاص فيها. لماذا؟ كما قلت لك، الولايات المتحدة لا يوجد فيها جهاز أمن عام لكل الولايات المتحدة. في لكل مدينة ممكن يكون 2-3 شرطة مع تشيف تبعهم، مش أكثر يعني. سيد مسمار، يعني تحدثت بعض الصحف والمصادر الرسمية في الولايات المتحدة عن وجود تهديدات أمنية للانتخابات تأتي من الخارج، وربما يعني أشير صراحة إلى بعض الدول منها روسيا، كوريا الشمالية، إيران يعني على سبيل المثال. هل بالفعل هناك دول في العالم من مصلحتها وصول مرشح أو آخر إلى البيت الأبيض؟ اوكي، لانه الصوت قطع شوي، يعني انت تقصدي التدخلات الخارجيه في الانتخابات الامريكيه؟ هذا السؤال. انا اتصور هذه مبالغات، هذه مهاترات اعلاميه. الطرفين يستخدموا هذا الحوار، استخدمته هيلاري لما خسرت في انتخاباتها مع السيد ترامب، وصارت تقول انه في تدخل من بوتين شخصيا ومن الحكومه الروسيه. ولكن انا لا اتصور هذا الكلام صحيح، يعني ولو كان في محاولات سبرانية
لا أتصور أنها تكون بذاك التأثير الكبير. لا نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد فرانك مسمار الخبير المختص في سياسات الشرق الأوسط عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، كنت معنا عبر تطبيق زوم من ولاية تكساس الأمريكية. شكرا جزيلا لحضرتك.